الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وبعد. فما زلنا في مبحث الكليات الخمس في علم المنطق، ونحن نقرأ المنطق الذي كتبه الإمام أبو عبد الله السنوسي المتوفى سنة 95 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الكليات الخمس، وفرعنا من هذه الورقة كم فرعا؟ خمسة أفرع. الفرع الأول هو ما صدق في جواب ما هو على أفراد كثيرين مختلفين، وهذه وضحناها بما لا مزيد على كلام في كلام بعدها. ثم انتقلنا إلى الكلية الثانية وهي النوع، وهو ما صدق في جواب ما هو على أفراد كثيرين متفقين في الحقيقة كماذا؟ كإنسان. وإنسان هذا بالنسبة للجنس يعد مفردا، وبالنسبة لانطباقه على أفراد كثيرين متفقين في الحقيقة يعد كليا من الكليات الخمس. فإنسان، هذا إنسان، وهذا إنسان، وهذا إنسان، والمرأة إنسان، والطفل إنسان، والشيخ الكبير إنسان، فهل يتفقون في الحقيقة؟ نعم، في حقيقة أنهم جميعا إنسان. الكلية الثالثة أو الفرع الثالث في هذه الورقة، ها كنا سميناها ماذا؟ الفصل. يعني الشيخ السنوسي هنا يوضح لك قضية الفارق ما بين المفرد الحقيقي والمفرد الإضافي، ولا المركب، ما بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي، النوع الحقيقي والنوع الإضافي. هذا بعد أن نعرف ما معنى النوع الإضافي. ما معنى النوع الإضافي؟ فهو الكلي، ها اقرأ معي، فهو الكلي المقول على كثيرين في جواب ما هو المندرج تحت جنس. ما دام مندرج تحت شيء يبقى إضافي مش حقيقي. اسمه ماذا هذا؟ النوع الإضافي، مندرج تحت جنس، تحت، والجنس هذا كلي ينطبق على أفراد كثيرين مختلفين في الحقيقة. أنا شرحت هذا وأراه واضحا عندكم. النوع الإضافي هو يندرج تحت جنس الحيوان، جنس الحيوان تحته نوع من أنواعه يسمى الإنسان. ما دام تحت الجنس إذن يكون اسمه نوع إيش؟ إضافي. واضح يا شباب؟ طيب، وبينه وبين النوع الحقيقي عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في النوع السافل، وينفرد النوع الحقيقي في النوع البسيط، وينفرد النوع الإضافي في الجنس السافل والمتوسط. فهذا يعني أن تعرف النوع السافل والنوع المتوسط، صحيح ولا ليس صحيحا؟ اقرأوا لي هذه الجملة مرة أخرى. والله المستعان، الله المستعان. قول يا سيدي، اقرأوا لي، ها الأول، فهمنا ما معنى النوع الإضافي. فهمنا ما معنى النوع الإضافي. ما هو النوع الإضافي؟ الكلي، يعني نوع ولكنه كلي، صحيح؟ النوع الكلي المقول على كثيرين في جواب ما هو مندرج تحت جنس، واضح؟ لكن الحيوان أو حيوان مندرج تحت كثيرين؟ لا، تحته كثيرين، لكن هو ليس تحت كثيرين. لفظة كلية كبيرة، كلية إيش؟ كبيرة، واضح؟ طيب، النوع الحقيقي هو الذي نتكلم عنه في الكليات الخمس أم النوع الإضافي؟ النوع الإضافي، النوع الإضافي. لا نركز في الكليات الخمس على النوع الحقيقي، هذا ليس مجال كلامنا. فمجال كلامنا النوع الإيش؟ لأنه يندرج تحته أفراد كثير المتفقين في الحقيقة، وهو يندرج تحت كلي كبير اسمه الجنس. تمام؟ الآن كلامنا حول النوع الإيش؟ الإضافي. يقول وبينه وبين النوع الحقيقي، هنا تفهم ما هو النوع الحقيقي. إذا عرفت أن بينه وبين النوع الإضافي الذي فهمناه، النوع الإضافي الذي بينه وبينه عموم وخصوص إيش؟ من وجه. فيتفق النوع الحقيقي مع النوع الإضافي في وجه، وكل منهما يختلف عن صاحبه من وجه آخر. هذا معنى
العموم والخصوص الوجهي، وهذا ذكرناه في حقائق التعريفات، لا بد أن يكون هذا واضح في أذهانكم لنستوعب هذا الكلام. مرة أخرى، الكلام في علم المنطق حول النوع، وهو واحدة من الكليات الخمسة، الحقيقي أم الإضافي؟ الإضافي. طيب، فما علاقته بالنوع الحقيقي؟ بينه وبين النوع الحقيقي ماذا؟ عموم وخصوص. فما هو الوجه الذي يتفقان فيه، وما هي الأوجه التي ينفرد بها كل منهما عن صاحبه؟ فإن فهمت هذه الأوجه عرفت التفريقة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. وعملنا في الكليات الخمس مع النوع الحقيقي أم مع النوع الإضافي؟ مع النوع الإضافي. فالآن تعالوا لنرى أوجه التوافق وأوجه الخلاف بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي، لنفهم حقيقة النوع الحقيقي هذا الذي هو مجالنا في كليات الخمس، أم هو ليس مجالنا في الكليات الخمس؟ الإضافي مجالنا، الحقيقي ليس مجال. تعالوا لنعرف ما هو النوع الحقيقي هذا. وبينه وبين النوع الحقيقي عموم وخصوص من يجتمعان في النوع السافل. يجتمعان في النوع السافل، يعني النوع الحقيقي والنوع الإضافي كلاهما نوع عال أم سافل؟ ليس عال. عال يعني يندرج تحته أفراد لا حصر لها. أفراد لا إيه؟ لا حصر لها. لا، هو ليس النوع، ليس المندرج تحته أفراد لا حصر لها، وليس النوع العالي، وإنما هو النوع الإيش؟ السافل. كلاهما الحقيقي والإضافي نوع سافل، يعني فوقه أعلى منه، فوقه وأكثر منه أفرادا، فوقه أعلى منه وأكثر منه أفرادا. ما دام فوقه شيء أعلى منه وأكثر منه أفرادا يكون هو النوع الإيه؟ السافل. حتى النوع الحقيقي هذا ليس نوعا عاليا. لو كان النوع الحقيقي نوعا عاليا لاتفق هو والجنس وكان شيئا واحدا. فهو ليس جنسا، هو ماذا؟ ونوع أيضا. هو ماذا؟ نوع أيضا. ولكنه عال أم سافل؟ سافل. دي مش شتيمة على فكرة، هذه ليست سبة، سافل هذه ليست، لكنها في مقابل عالي، في مقابله نزول، صحيح؟ طب هذا هو الوجه الذي يتفقان فيه النوع الحقيقي والنوع فكلمة إنسان نوع عالي أم سافل؟ فلماذا سافل؟ لأنه يوجد كلي أعلى منه عددا، وهو الجنس الحيوان مثال، وهو ماذا؟ الجنس. واضح؟ وكذلك النوع الحقيقي يظل في دائرة النوع ولا يرتقي لدائرة الجنس، يظل في دائرة النوع ولكنه لا يندرج تحت أفراد، تحت كلي آخر، لكنه يظل في دائرة ماذا؟ النوع. طيب، ما هي الأوجه التي يختلفان فيها؟ قال يجتمعان في النوع السافل. قال وينفرد النوع الحقيقي في النوع البسيط، وينفرد النوع الإضافي في الجنس السافل والمتوسط. لما تضحك؟ نعم، يوجد. ماذا؟ اشرح لنا ما قرأته من شرحها. قل. ممكن ماذا؟ أيوه، اكتب بشجرة. جميل، لأطمئن أنك تفهمها. الله ينور عليك. اكتب بشجرة. سأشرح لنا النوع البسيط والنوع السافل والنوع المتوسط، كم نوع هما يا شيخ؟ اكتب يا شيخ حميد. عندنا النوع البسيط والنوع السافل والنوع المتوسط. ينفرد النوع الحقيقي في النوع البسيط، إذن النوع الإضافي لا يكون بسيطا لما تحته أفراد مركبين كثير كثير. وينفرد النوع الإضافي في الجنس السافل والمتوسط. الله 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 الله، أحسنت يا شيخ حميد، الله ينور عليك. والكلية الثالثة كلية ماذا؟ الفصل. حيوان جنس أم نوع؟ إنسان ايه؟ انسان ايه؟ طيب، انسان كاتب، انسان فصل، فليس كل الانسان كاتب، ان كلمة كاتب تفصل هؤلاء عن هؤلاء مثلا.
ماذا قلت له؟ أنت فصل طبعا، لأنه فصل يفهمهم يفهم ما لا تفهمون. عند المناطق أين وصلت؟ اقرأها لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كله يعني الأول هو في الجوهر، يعني في القمة. اسمه ماذا؟ جوهر. جوهر، يعطيك مثال هو الآن. جوهر، وتنقسم جوهر إلى 10 أقسام، لكن المخصص يعني جسمون. هاتي عليه. جسمون، وجسمون ينقسم إلى قسمين. يعني جوهر، جوهر ينقسم إلى 10 أقسام. نحن نأخذ قسما واحدا وهو جسم. انتبهوا يا شباب، ماذا نأخذ من الجوهر؟ جسم. وبعد؟ وجسم تنقسم إلى قسمين. قسمين، نامي وغير نامي. أحسنت، جسم نامي، وهذا أخذناه في التعريفات والله ذكرناه. الجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي. ماشي، وبعد؟ وجسم النامي تنقسم إلى قسمين. النامي هذا ينقسم إلى قسمين، نام بنفس عاقل وغير عاقل. عاقل وغير عاقل، وهو وكلاهما نامي. ها، وعاقل هو الإنسان. الإنسان هو النوع سافل، لأنه أسفل رتبة في ذلك الرتبة. تتخيلون؟ من أول ما بدأ في الجوهر، وبعدين الجسم، والجسم إلى نامي وغير نامي، ثم نأخذ هذا الجسم النامي. عاقل وغير عاقل، نترك غير العاقل، نبحث إلى العاقل. العاقل هو الإنسان. هذا نوع من جنس يا شباب؟ نوع، ولكنه في أعلى الشجرة أم في أسفلها؟ يسمى إذن نوع سافل. شاطر يا ولد، فهمتوا. والنوع الإضافي كذلك نوع سافل، والنوع الحقيقي كذلك نوع سافل، يعني في أسفل الشجرة ليس في أعلى. وهذا هو الوجه الذي يتفق فيه النوع الحقيقي مع النوع الإضافي. الآن وصلت؟ الله أكبر. طيب، وبعد؟ إذا وجد نوع سافل وجد النوع المتوسط والنوع الأعلى. بالضبط، فالنوع المتوسط والنوع الأعلى فيهما النوع الحقيقي وليس فيهما النوع الإضافي. فانفرد النوع الحقيقي بأن كان نوعا متوسطا ونوعا عال، والنوع الإضافي لا يكون إلا نوعا سافلا في أسفل الشجر. ويذكر المصنف يعني الإمام السنوسي جنس المتوسط وجنس السافل. أحسنت، معنى جنس السافل يعني جسم النامي. تمام، جسم النامي هذا جنس ينفرد تحته أفراد كثيرين، صحيح؟ متفقين في الحقيقة أم مختلفين في الحقيقة؟ مختلفين في الحقيقة، ولكن كلهم نامي. يعني الإنسان جسم نامي، والنبات جسم نامي، والثعبان جسم. فهل الثعبان هو النبات هو الإنسان؟ يختلفون في الحقيقة، ولكن جسم النامي هذا جنس عالي أم جنس متوسط؟ متوسط. لا يوجد جنس عالي أصلا. وصلت، وبعد يا شيخ؟ هكا أكمل أكمل، الله ينور عليك، أنا سعيد بك جدا والله. ها، وجسم جنس المتوسط. جنس المتوسط، فهمنا الجنس المتوسط، الجسم النامي. جسم ده هذا جنس متوسط، وبعد؟ وأعلى رتب يعني جنس عالي. جنس عالي. طيب، اقرأ الجملة بعد، فهمتم؟ الإنسان جنس، ليس جنس، إنما نوع سافل. سافل يعني في أسفل أسفل الرتبة. وهو نوع حقيقي أم إضافي؟ إضافي، ويتفق معه النوع الحقيقي في أن يكون نوعا سافلا، لكن النوع الحقيقي ينفرد عن النوع الإضافي بأن يكون نوعا متوسطا ونوعا عاليا، والنوع الإضافي لا يكون متوسطا ولا عاليا. وضحت؟ يلا اقرأ مرة أخرى. والنوع الإضافي فهو الكلي المقول على كثيرين في جواب المندرج تحت، وبينه وبين النوع الحقيقي عموم من وجه. هذا الوجه هو، تذكروا اكتب عليه السافل، هذا هو الوجه. ويجتمعان في النوع السافل أهو، وينفرد النوع الحقيقي في النوع البسيط. ها، لا يوجد رتبة، بسيط، لا فوق ولا تحت، بسيط، نوع بسيط، مثل كلمة النقطة. هذه نقطة وهذه نقطة وهذه نقطة وهذه نقطة، صحيح. طيب، هذا النوع ماذا اسمه؟ الحقيقي يكون في النوع البسيط، وينفرد النوع الإضافي في الجنس السافل والمتوسط. ف
فالنوع الإضافي يكون سافلا ويكون متوسطا ولا يكون بسيطا. واضح؟ الآن هذه كلمة الكليات الخمس، فرعنا منها كم فرعا؟ ارفع صوتك. خمسة. الأول الجنس، وعرفنا تعريفه. الكلية الثانية، وعرفنا الفارق بين النوع السافل والنوع العالي والنوع البسيط وكذا وكذا كذا كما قرأنا. طيب الكلية الرابعة، الثالثة الفصل. اقرأ معي ماذا يشرح يقول الفصل. والفصل ها جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي ما هو كالناطق باعتبار ماهية الإنسان. تخيل الآن أول مرة تظهر معنا في الكليات الخمس كلمة ماهية. كلمة ماهية، فماهيتك ليست كماهية القرد، أم كلاهما واحد؟ ليس كلاهما واحد، هذه ماهية وهذه ماهية أخرى. فتقول إنسان، ما هو؟ ما هو؟ ناطق أو كاتب أو ضاحك أو أندونيسي. فكلمة أندونيسي تفصله عن بقية الناس، أو مصري أو باكستاني أو دمشقي أو دارقطني مثلا، فهي جزء ماهية. ولكن يا جماعة بالله عليكم، بالله عليكم، هل الإنسان كاتب فقط؟ هذه كل ماهية الإنسان؟ هل الإنسان ناطق فقط؟ هل هذه كل ماهية الإنسان؟ لا، الإنسان ناطق هذا جزء من ماهيته. هذا إيش؟ جزء. اقرأ السطر هذا مرة أخرى. قال والفصل جزء الماهية، ليس كل الماهية. الفصل إيش يا أحباب؟ جزء الماهية وليس إيش؟ وليس كل الماهية. قال جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي ما هو. الإنسان الإنسان الإنسان، أنا عرفت أنه يندرج تحته أفراد كثيرين متفقين في الحقيقة. أي ما هو؟ يعني فصل لي أكثر، ما هو الإنسان؟ فصل لي أكثر فتنزل درجة. الجنس تنزل درجة يسمى النوع، تنزل درجة أكثر يسمى الفصل، ولكنه كلية أيضا برغم من أنه ينزل درجة عن ماذا؟ عن النوع. أي ما هو؟ الإنسان قلت لي الإنسان وهو نوع من الحيوان، لكن ما هو؟ فتعطيني جزء من ماهيتي أم تعطيني كل ماهيته؟ جزء. ها؟ الجزء الماهية الصادق عليها في جواب أي ما هو كالناطق باعتبار ماهية الإنسان. باعتبار يعني باعتباره جزء من ماهية الإنسان. ناطق، فالحيوان ناطق، الجماد ناطق، الحمار ناطق، الحمار نهيق لكن ليس ناطق. واضح؟ هذه الكلية رقم كام؟ ثلاثة. واسمها ماذا يا شباب؟ الفصل. فإن قلت ناطق أو كاتب، ناطق، فهو لفظ كلي، لفظ كلي يندرج تحته أفراد كثيرين كلهم هذه الكلمة جزء من ماهيتهم، كلهم هذه الكلمة ماذا؟ جزء. إذن يا جماعة إلى الآن في الكليات الخمس بفضل الله تعالى عرفنا الجنس والنوع والفصل، بقي لنا ماذا؟ الخاص والعرض العام، الخاصة والعرض العام. وصلى الله على سيدنا محمد.